سنتحدث حول ما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك مع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص. نرحب بمحمد ينضم لنا من القدس، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير ورمضانك كريم. الله أكرم، ألف رحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا إن شاء الله. اللهم آمين. رمضان كريم. يعني محمد، استمرت اقتحامات المسجد الأقصى حتى مساء الأمس فعليا، أخبرنا ما آلت إليه الأحوال في المسجد الأقصى المبارك الآن. في البداية بصلح معلوماتك أنه اليوم يعني في هذه الأثناء في اقتحامات للمسجد الآن الأقصى. يوجد اقتحامات في هذه الأثناء. نعم، هناك الزمان التوقيت الزمان اللي هو من 7 للساعة 11:30 ومن 1:30 للـ2:30، يعني بالفجر منعوا الناس تخش إلا غير من فوق 40 أو فوق 50 مزاجية كيف حسب بهو، وأطلعوا كل الشباب ما خلوهمش يوصلوا حتى أبواب المسجد الأقصى أبعدوهم، وبلشت الاقتحامات زي ما شفناها الكل شافها، يعني تقريبا لعند الساعة 11:30 كانت تقريبا 200 مستوطن عداك عن الأجانب، يعني عملية الاقتحامات مستمرة، منع المصلين من استمرار بصلاتهم ودعائهم بالأمس بصلاة التراويح، يعني بعد ما أنهوا صلاة التراويح الركعة 20 تم اقتحام المسجد الأقصى وإخراج المصلين حتى لا يكونوا هناك معتكفين. يعني هذا مرأى العالم كليته على مرأى إخواننا الأشقاء الدول العربية المجتمع الدولي اللي بطلب أن يكون هناك تهدئة، واللي كان يتباكى الاحتلال قبل رمضان تقول لنا إحنا قاعدين نسوي إشكالية، ولكن إحنا كنا رمضان عشان رحمة وعبادة، ولكن الاحتلال فاجأنا بأنه منع الناس تعتكف، منع الناس أنه تخش وتطلع براحتها، حتى يوم الجمعة لما كانوا في تسهيلات للإخواننا بالضفة الغربية كان كل الرجال فوق 55 كان يتفنن بإدخال وإخراج أي واحد بده، النساء تم إرجاعها، كثير ناس وصلت صلاة العصر مش صلاة الجمعة، لا تهضر صلاة الجمعة، ولكن بسبب الإعاقات الاحتلال والمحاسيم حتى المستوطنين عربدوا بالشوارع وعاقوا وصول الناس للمسجد الأقصى. نعم، يعني لابد أن ننوه، حتى بدأ هذه الحلقة كان هنالك شكل من أشكال الهدوء النسبي في المسجد الأقصى المبارك، لكن كما تقول يعني سيد محمد يوجد اقتحامات الآن للمستوطنين. هنالك أشكال متعددة للاقتحامات، اقتحامات من قبل جنود الاحتلال تكون شرسة وفيها تنكيل، وهنالك اقتحامات من قبل المستوطنين وهم محاطين بجنود الاحتلال أيضا. أخبرنا حول شكل الاقتحامات التي حدثت اليوم كما تقول، كيف كانت بالضبط؟ في البداية كانوا اقتحامات لأعداد كبيرة من جنود الاحتلال بعد ما تم إغلاق مسجد الأقصى تقريبا بعد الساعة 11، أخرجوا جميع المصلين وتم فتح باب المسجد الأقصى من باب السنسريس تقريبا الساعة 4:15، هناك كان إدخال بس كبار السن وكان مليان أعداد كبيرة من جنود الاحتلال على الأبواب وعلى زقة البلدة القديمة من أجل أنه يكون هناك سيطرة كاملة على المسجد الأقصى على أبوابه، اللي الناس اللي منعوها تصلي صلاة بأزقة البلدة القديمة على أبواب المسجد الأقصى، بعد ما ينهوا صلاتهم بلشوا جنود الاحتلال بعدة وحدات كان حرس الحدود أو القسام الوحدات الخاصة، يعني عدة وحدات كانت هي وظيفتها إخراج جميع الشباب خارج نطاق البلدة القديمة. طبعا كان الحدث الأكبر اللي هو باب السباط، صلينا تقريبا حوالي أكثر من 200 أخرجوا شخص. جميع الشباب حتى من نطاق البلدة القديمة، يعني ليس فقط. نعم، من المسجد الأقصى. نعم، يعني هناك كان أعداد كبيرة من إخواننا أبناء الضفة الغربية 48 الأراضي الفلسطينية من أم الفحم ومن اللد ومن الرملة، حضروا من حيفا للصلاة، ولكن بسبب سنهم منعوهم أنه يصلوا، قالوا له احنا جينا مسافات كبيرة مشينا أكثر من ساعتين بالطريق من أجلنا نكسب صلاة الفجر، مجينا نتعبد، كان جواب الضباط وشرطة الاحتلال إنه ممنوع الدخول بهذا الأوقات، روحوا على البيت صلوا. فبعد ما خلصوا أطلعوا كل الناس تقريبا بعد الساعة 7 بلشت الاقتحامات، وشاهدنا كل العالم أمر العالم للأسف، يعني احنا 2 مليار مسلم تقريبا
وبتنسوا المسجد الأقصى وبحاولوا يفرضوا آراءهم. لا يزيد عن 200,000 يهودي اللي بيآمنوا بما يسمى جبل الهيكل المزعوم، اللي بحاولوا يفرضوا إرادتهم على أبناء شعبنا وعلى أمتنا العربية والإسلامية. فالمطلوب إن هذا لتوقيفها، إنه يرجع أول شيء لازم يكون هناك موقف واضح للأمة الإسلامية إنه المسجد الأقصى ينفتح زي ما كان قبل 67 للاعتكاف، لأنه المسجد الأقصى هو مثله مثل الحرم النبوي ومثله مثل مكة المكرمة. هذه المساجد اللي شد الرحال إلها واللي بيكون فيها الاعتكاف من أجل العبادة، خاصة بهذا الأيام الفضيلة بشهر رمضان، إنه بنطالب جميع أمتنا العربية والإسلامية إنه يكون هناك ضغط دولي من أجل فتح المسجد الأقصى للاعتكاف، وهذا حق ديني رباني، وهذه من ضمن شعائر الربانية إنه يكون موجودين نصلي ليل نهار. قيام الليل بيكون في البيت، ولكن بالمسجد الأقصى ثوابه أكبر، الصلاة في المسجد الأقصى أثوب. فالمطلوب إنه يكون إحنا ك2 مليار مسلم، للأسف يعني إحنا لما نقول 2 مليار مسلم ومش قادرين نربط دولة احتلال اللي بتتحالف فوق القانون. بجوز هناك مواقف سياسية نختلف فيها، ولكن بالعقيدة وبالدين لازم نكون موحدين، يكون موقف واحد لجميع الدول العربية الإسلامية والدول الإسلامية اللي اليوم تملك من ناحية قوة، من ناحية اقتصاد، أكثر من دولة الاحتلال. فالمطلوب اليوم يكون موقف واضح باتجاه اللي شافوه. إذا هم ما بيشوفوا هذا مشكلة كبيرة، إنه كيف اعتدوا على النساء، اعتدوا على الأطفال، اعتدوا على الرجال كبار السن. يعني بالأمس يعني كل العالم شاف كيف اعتدوا على السيدة، المجندين وليس نعم مجندات، مجندين. يعني كادت إنها تفرح هذه البنت اللي كانوا قاعدين يسحبوا فيها بالقوة، للأسف. محمد، يعني عندما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى حسب مشاهداتك وأنت من النشطاء القدامى والمرابطين في المسجد الأقصى، ماذا يفعل المستوطنون عند اقتحامهم للمسجد الأقصى؟ إذا من الراجع التاريخ شوي لورا، خلي المشاهدين يعرفوا في الاقتحامات شو بصير. بالسابق كانت الاقتحامات تتم دخولهم وخروجهم مثل البرق، يعني بتم من قبل شرطة الاحتلال بتم دفعهم يلا يلا يلا. ولكن للأسف مع الأيام والأشهر والسنين عمالها بتزيد، اليوم بدخل المستوطن من باب المغاربة فقط هو الوحيد اللي بيسمح بدخول المستوطنين، ودخول ايضا الاجانب للسياحه من باب المغاربه. حتى هذه اللي استغلال الاجانب اللي بيجي يزوروا انه هذا المسجد الحرام، مسجد الاقصى، اللي بيزوروه بيدفعوا مصاري لدوله الاحتلال، الاوقاف لا تستفيد اي شيء منه، بيتم دخولهم من دون اي حراسه ولا شيء الاجانب. ولكن اليوم المستوطنين بيدخلوا بحراسه، ولكن بيمشوا براحتهم، بيتجولوا براحتهم، عندهم 3 نقاط تقريبا بيتم إيقافهم فيها وشرح لهم أمام قبة الصخرة ما بين المرواني، ما بين القبلة وقبة الصخرة، كان هناك وقفات بيشرحوا فيها، بتقدموا لباب الرحمة اللي هم بيطمحوا إنه ياخذوا باب الرحمة ويسيطروا عليه. هناك بتكون وقفتهم، بيكون هناك لهم طقوس ثوراتية في هذه المنطقة على مرأى العالم كليته إنه هذا المسجد الأقصى أقر إن هذا للمسلمين، ولكن بيمنع الناس حتى تصور. الموظفين الأوقاف بيمنعوا من يرافقوهم، كانوا موظفين الأوقاف يرافقوا ويشوفوا، ولكن اليوم ممنوع. بوقفوا باب الرحمة، بيتم شرح، بيتم أعمال صلوات توراتية، وبعد باب الرحمة بيمشوا على المدخل الجنوب الشمالي لقبة الصخرة ما بين باب حطة وباب الملك فيصل، بوقفوا هناك قريبين من قبة الصخرة، بوقفوا بيسووا استراحة، بيشربوا مية من الثلاجة الموجودة للمصلين. بعدها بيتم هناك شرح، وقفات توراتية، عبادات، صلوات إلهم، وبيتم إخراجهم لباب السنسر. باب السنسر برضه هناك بيكون في لهم وقفة شرح، وهناك من منهم بخرج من باب السنسر بيتم ينبطح على الأرض وبأشياء هي توراتية عندهم. ولكن إحنا بنقول كل هذه أشياء غير ربانية، غير توراتية، ولكن هي مفتعلة من أجل إنه
يحاولوا يستقطبوا اليهود من أجل أن يجي المسجد الأقصى، رغم أن هذه كلها لزيارات بتتم، كانت بالسابق زي ما قلت لك بلحظات، اليوم بتأخذ مع كل مجموعة قريب نص ساعة وهم يمشوا براحتهم. هذا كله تغييرات من سنة لسنة عماله بزيد، حتى أنه امبارح كل العالم شاف، يعني عمر العالم كليته، كيف تم إخراج المصلين وإخراجهم من صلاتهم بصلاة الضحى أمام المسجد القبلي. يعني كانوا الإمام بيصلي والمصلين واقفين وراه، تم إبطال صلاتهم وإخراجهم من بدفع بقوة عمر العالم. وللأسف إحنا اليوم عايشين بس في الاستنكارات والتنديد في دولة الاحتلال اللي هي بتعد حالها فوق القانون. نعم، شكرا جزيلا الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على ما تفضلت به. إذا في رسالة واحدة بس، إذا في مجال تفضل رسالة، تفضل تفضل. يعني أنا شاهدت برنامجكم الموقر قبل لحظات على إذاعتكم الموقرة، دعوات من إخواننا للشيوخ ومن علماء المسلمين وكذا. أنا بقول لازم يكون هناك آلية واضحة، إنه إحنا كمسلمين يكون إنه هدف واحد، خاصة إخواننا الأجانب من الدول الغير إسلامية يحملون جوازات السفر الدول الأوروبية أو الغربية وهم مسلمين، وحكوها للشيوخ وحكوها الفتاوي، إنه كل واحد مسلم بيتمكن يجي يصلي في المسجد الأقصى، إنه يجي ويرابط. الرباط بسيط عندنا بالقدس، مش مطلوب ولا شيء، مطلوب إنك تجلس في المسجد الأقصى من صلاة الفجر لصلاة الظهر، تجلس على قرنة في ساحات المسجد تصلي وتدعي وتتعبد. هذا هو رباطنا كمقدسين، من طالبة من أمتنا العربية والإسلامية فقط، من بتمكن يجي يوصل ويجلس في المسجد الأقصى، لأنه هو بيكون سفير الأمة العربية والإسلامية للمسلمين، ينقل رسالة ومعاناة الأهالي القدس في المسجد الأقصى والتدنيس اللي بصير من قبل المستوطنين. هذه بس رسالتنا لكل واحد مسلم معاه جواز سفر أوروبي أو غربي، إنه بيقدر يزور الأقصى، إنه يجي، لأن هذه أقروها العلماء والفقهاء في الدين، صحيح إنه بيقدر يوصل الأقصى، وهو مش جاي يطبع مع دولة الاحتلال، هو جاي لا فريضة إنه يصلي يشد الرحال. هناك ناس كثيرين بيجوا بيحرموا من المسجد الأقصى وبتوجهوا لمكة المكرمة، وإن شاء الله بنشوف أعداد كبيرة، وهذه كليتها بتغير، خاصة لما يتم اعتداء على إخواننا المسلمين من جنسيات خير فلسطينية، بكل مجتمع دولي على الله إنه يتحرك زي ما تباكى على أوكرانيا يتباكى على الشعب الفلسطيني. وشكرا لكم.